أخذت التظاهرات الغاضبة التي تشهدها محافظة البصرة منذ عدة أيام احتجاجا على انعدام الخدمات وعدم الوفاء بالوعود بالتصاعد بشكل متسارع، إذ وجدت أصداء لها في المحافظات الأخرى، الأمر الذي أثار مخاوف الحكومة من اتساع وقعة التظاهرات وخروجها عن السيطرة. أعضاء في تنسيقية التظاهرات في البصرة أكدوا أن هذه التظاهرات تختلف عن سابقاتها ولن تتوقف وستشمل بقية المحافظات بالتزامن مع حالة الغليان الشعبي المتصاعد، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية لن تستطيع منعنا من ممارسة حقنا في التعبير، سيما وأن تلك التظاهرات سلمية وتطالب بالحقوق الدستورية لأهالي المحافظة، وعلى الحكومة أن لا تحاول إلصاق التهم بالمتظاهرين. هذا وأكد ناشطون أن قادة الحراك الشعبي في كل المحافظات سيعقدون لقاءات خلال اليومين المقبلين للاتفاق على الخروج بالتظاهرات العامة في البلاد، فيما حذر سياسيون من خطورة غضب الشارع ومن إجراءات الحكومة للسيطرة عليه، الأمر الذي يستدعي إجراءات وقرارات تمتص غضب الشارع ولا تقمعه، خشية وقوع المحافظة بيد المتظاهرين من جديد، تحذير أطلقه النائب عن المحافظة بدر الزيادي. هذا التحذير جاء بعد اتساع رقعة التظاهر وخروج الأوضاع عن السيطرة، مشيرا إلى أن المحافظة لم تلمس أي خدمات حتى بعد الوعود الحكومية. نواب عن البصرة دعوا رئيس الوزراء وحكومته بالتوجه إلى المحافظة لحل هذه المشكلة الكبيرة قبل تفاقم الأزمة، محذرين من خروج الأوضاع عن السيطرة ما يؤثر سلبا على توقف اقتصاد العراق. أرشد الحاكم، الرشيد الفضائية.